انا دكتوره نجوى نصار، رئيس قسم الروماتيزم جامعه عين شمس، كليه الطب جامعه عين شمس. وكنت بنتكلم على الحمله النهارده بخصوص التوعيه على مرض الفايبروميالجيا، ومرض يعتبر من الامراض الشائعه لكن للاسف تشخيصه صعب شويه، لان هو مشابه لامراض كثيره موجوده روماتيزميه اخرى. هو مرض بيصيب العضلات والالياف العضليه، وبينتج ممكن يظهر في العمود الفقري وفي الاطراف، سواء في الساقين او في الذراعين. والالام دي بتبقى فيها زي ارتفاع ونزول، يعني الالام ما هياش متواصله لكن في نفس الوقت ما هياش تصاعديه ولا انها بتقل بعد كده وتختفي. هي بتتواجد على طول وبتكون نتيجه، بتظهر عاده اسبابها نتيجه اي حاجه نفسيه، او في بعض احيان حاجه اصابات في اي وقت من الاوقات لاي سبب، او يكون حاجه وراثيه موجوده في بعض عائلات. والكلام دوت بالتالي ما بيبقاش ليه قاعده، لان كل ده اقتراحات ونظريات بتتقول على موضوع الاسباب، وليس ان في حاجه دوكيومنتد او موجوده في كحاجه مثبته ان ده سبب من اسباب المرض ده. هو المتلازمة دي أو المرض ده عبارة عن بيصاحبه حاجات أخرى في الجسم زي التهاب القولون العصبي، وبيجد في بعض التوتر عصبي، في بعض أحيان بيبقى فيه اضطرابات في النوم، في بعض أحيان بيبقى فيه شوية توترات، بيبقى فيه إحساس بالألم زايد في بعض أحيان. طرق العلاج بتاعته سهلة مش صعبة، بس ما هياش المسكنات، بس عشان نسبة الموضوع ده، ما هياش مسكنات. مسكنات ما بتجيبلوش أي نتيجة، ولا الكورتيزون ولا الكلام اللي بيتاخد دوت على طول ما بيعملش أي نتيجة، لكن هو ليه حاجات بتوقف، لأن دي بتبقى عبارة عن استشارات من المخ نفسه أنه يبين الألم، رغم أنه مش حد يبينه حد لبعض من الأفراد. عشان كده بنبتدي بتبقى الأدوية بحاجات بتأثر على الأعصاب، إلى جانب كمان بيبقى الرياضة دي حاجة. الرياضة ليست رياضة عنيفة، رياضة سهلة زي السباحة زي المشي، حاجات بسيطة. إلى جانب كمان العلاج النفسي، وليس معناه ان العيان نفسيا تعبان، عشان بس الناس متاخدهاش ان في مشكلة نفسية. كل الحكاية ان هي بيبقى فيه زي هدوء والبعد عن التوتر في بعض الاحيان من اي مشكلة عنده في البيت او في شغله او في اي مكان.